السلام عليكم، معك دكتور محسن بلبان من اسطنبول. بعطيك البشارة، بلشت بهون بالمركز نسوي خلايا جذعية من الجنين. هذا بتعرفوا التكنولوجيا كانت بجورجيا، كانت بأوكرانيا، هلا الحمد لله بتركيا سووا مركز الدولة سويته بالتبيطق، وبدوا خلايا جذعية من الجنين مشان ضعف الانتصاب، مشان مرض السكر، مشان الصحة الجسم، مشان الروماتيزما، كله موجود. هلا بتعرفوا الجنين الخالق جديد بالسر بياخذوا منه خلايا جذعية جديدين، بنحطه جوة القضيب، الآن بتحطه بالدم، ببلش بيجدد وخمس مليار خلايا فيها. هلك بالمركز كيف مصير الشغل؟ من قبل يوم ما نخبره على المركز تجهز الخلايا الجذعية، وبيبعت لنا هي من قسم القاسم اسطنبول، بدها يوم تجينا تتجهز. هلك اللابراتوار بعت لي في لنا مريض جانا من ألمانيا، ما سوي له الخلايا الجذعية جوة القضيب مشان ضعف الانتصاب. خلايا جذعية جيت، هذا اللابراتوار استنبيو مركز الخلايا الجذعية، هذا الدولة التركية واي مركز هونيك بالتبيطق. هلا هذا ما نفتحه تشوفوا شكله هل. هذا الخلايا الجذعية كهيدا، كله ما طلع منا الدخل اسا جديدة، هاي مجمدينة، هاي ميشيلوها من الجنين خمس مليار خلايا فيها. هلا هاي ما ندوبة، ونحن المريض جل عنا مشان ضعف الانتصاب، مشان هيك ما نحطه جوة القضيب. الدواء جاهز، هلا داب عينه صار مثل مي مثل الساروم، ما نجهزه. ما نسوي خمس أبار إن شاء الله، بس هذا ما نحطه على القضيب، المحتاج نحطه له بالدم مشان مرض السكر. خلايا جذعية بالجنين بتجي خاص على المريض، وبيكتبوا فيه ريبورت كان خلايا فيه، بالأفريج بنحط خمس مليار خلايا، وبيفرج ده الرابور وبيجوا لأسبكين. بعد تخلص الخلايا الجذعية بنحط لك جوة القضيب، هذا بالدم، لابراتوار الحكومة بيعطيك سيرتيفيكا، معناته أنتم سوايين تحت ضمان الحكومة. يعني شو محتاج المريض؟ هون تفكروا مثل جورجيا مثل أوكرانيا، مركز خلايا جذعية سويناه مباشرة إلكين، وقلنا إن شاء الله وبنتوفق بهالشغل، تم خير إن شاء الله. مركز أندروفيرت لصحة الرجال هو العنوان الوحيد لسعادة الرجال.